السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حياك الله عزيزي المشاهد. قبل ما نبدا الفيديو لا ننسى اللايك، لا ننسى الاشتراك، اشترك عزيزي المشاهد. طيب يا جماعه، فكره المقطع اليوتيوبر مع المتابع له او الفانس او الشخص اللي يعرف عندنا اشياء كثير. كل يوتيوبر قلت له ابغاك من بين الناس اللي يتصورون معك اختار لي واحد يعرف عنك كل شيء. والله يا سلطان لا ما عليك، لو ما تعرف جاني يتصور يقول والله تابع قناتك شوف احمر احمر يوريه المقابل ختمه. طيب يسالك سؤال الحين ما تجاوب؟ لا باذن الله، لا باذن الله. الجهاز هذا بيكون مع صالح بيدينا. لا ما انا اسال المتابع، اذا جاوب 3 اسئله صح بيفوز ببنزات من المتجر، اذا جاوب اكثر من 5 اسئله بيفوز بجيسي من متجر فالكونز. حلوين. اذا جاوب خطا يتكهرب صالح. يا اخي اذا جاوب 5 صح يكسب، واذا جاوب مره خطا تكهرب. لا خله 3 مرات خطأ. كل مره يخطي خطين، كل مره يخطي. شوف انا عندي الان من الاخير اقول لك باذن الله ما حد خسران، الكل رابح عندي بس انا الخسران. طبعا هذا الخسران اليوتيوب. بسم الله قام جناك. يلا طيب هذا ليش؟ اصبر خلنا اليمين يسار امسك هذه. لا مو كذا تمسك. يلا بسم الله يعني ذكي. ايوه طيب ما عندي حديد وذا عادي. لا نزل حديد افضل. لا نزل حديد معليش. والله نزل مصلحتك والله. لا بخ عادي. يلا عادي يلا. والله شوف يا صالح. والله يا سلطان. لو ما جاوب صح أبلغ قناتك ما تدخل قناتي أبداً. لا. خلاص. بس. يساعدني وهو ما يعدني. حياكم الله يا جماعة الخير. شيئين أغلبكم كذا بمخه قال أوه أكيد طالب ملابس. لا مين قال لكم إن شيئين بس ملابس؟ لا يا جماعة الخير. فيها كل ما تحتاجه تحت سقف واحد، اكسسوارات، اغراض للبي سي، الزبده وشات. موضوع مو بدي اطول عليكم، الان بوريكم وش طلبت انا. بسم الله. ساعه رقميه مع اضاءه، هاي تصلح للسيت اب. طبعا هذه ساعه يا جماعه يمديك برضه تشبكها على البي سي، يمديك تشبكها بالكهرب. شوفوا شكلها كيف؟ رهيبه مره. مو بس كذا، اكثر من لون تقدر تحط، برضه فيها سماعه وبلوتوث وبسعر. والله العظيم لو اقول لكم السعر انتم تصدمون قسما بالله، اسعارهم يا جماعه شيء يخوف. طبعا الالوان هنا يمديك تقصر، بتطول على الالوان، تضغط هنا تبيها ابيض ملون. شوفوا ايش طلبت هنا يا جماعه. طبعا تركبها كذا، شوف شكلها كذا، كيف شكلها كذا صح؟ ايوه كذا شكلها حلوه صح. تغير الوانها برضو. جميع انواع الكيبوردات موجوده، اذا انت محترف، اذا انت جالس حق شغل، كلها موجوده. برضو طلبت سماعه. السماعه كيف شكلها يا جماعه؟ بلوتوث وفيها عزل، بس انا ما اصلح ارنب. بس اقسم بالله فيها عزل. طبعا دائما يا جماعه الكيبورد يكون وسخ من داخل عندكم صح؟ شوف ايش طلبت منهم، زي السلايم، تدخل داخل الكيبورد وتمشيه ينظف الوسخ اللي داخل الكيبورد. طبعا اخذت منهم اضاءه، الاضاءه المعروفه يعني مع الستاند حقها يوصلك. كلكم تعرفون الاضاءه ذي. جميع انواع الاضاءات عندهم. تحسبوني خلصت؟ في كود خصم لي انا، اذا حطيته بيخصم لك 15%، يعني اللي ب 100 ريال بيصير لك ب 80 او 85 ريال. وش الكود يا رايد؟ RAED، هذا كود الخصم حقي. متى ما طلبت خلصت، حط الكود هذا بيخصم لك 15% من المبلغ كامل. شوف اشتريت؟ مره عجبني، فاخذت الجوالي. شوف شو اخذت منهم يا جماعه برضو، كاميرا، اذا انت تحب التصوير، فهذا شوف وجهي. هذه يا جماعه طاقيه تلبسها وتكون جواها سماعه، ما ادري تسمعون ولا لا. اسمعوا تلبسها كذا. شكرا سين، وباذن الله مو اول مره ولا اخر مره اعلن لكم، لانه اقسم بالله اعلن وانا واثق جدا انه بتعجب المتابعين الاسعار، لانه مره رخيص. من الاخير اقول لك مره رخيص. وبرضو عندهم الملابس يا جماعه، ملابس صيفيه، والان منزلين ملابس شتويه برضو جديده. العقوا ولا تنسوا كود الخصم RAED. خليكم على المقطع. السلام عليكم. بسم الله وعلى بركه الرحمن. جاهزين اخواني؟ يلا. طيب. أسرع. خلونا نشغل الكهرباء الآن. مرة كهربانك. أنت تضغط من هنا. أيوه. طبعا عندي الآن، خلنا نوري الجمهور، 9 فولت. حلوين 9 فولت. والله كثير. 9 فولت. كل خطأ واحد، خطأ ثاني 2. 9 غير صالح للإنسان. ما عليك انا عندي سكت. والله 9 مضرة. كل شيء صالح عندي انا. والله كثير. والله والله اسف. لا ما عليك. سؤال الاول. اصبر. اسئله خفيفه. اسئله صوت. اي ما عليك. اسئله خفيفه. السؤال الاول. بسم الله. انت متابع لصالح من متى؟ من 2016. ما شاء الله قديم والله. ايوه. والله قديم. والله. لا تختي لانه الاسئله مره. لا تسولف واجد. اذا سهل اوكي. السؤال الاول. بسم الله. ارباك الله. كم موديل ايوه السيارة المعروفة عند صالح بدون صوت؟ اذا انت كانت تكهرب على طول. كم موديلها؟ موديل 68 لونه
لونه لا تتفلسف على السؤال اللي سأل. والسؤال كم الموديل؟ 68. صح صح والله مية والله 68. لا لا تغلط لا تغلط. لا ما غلط لا تفلسف. بتكلم عن حد ثاني. لا لا لا, لا, لا يمكن يجي سؤال ثاني يمكن يجي سؤال ثاني. أنا أسأل أنت تجاوب فقط. صح صح حلو. ممتاز يلا شغلك الآن. إيه لحظة طيب اسمع اسمع لو ما أتكهرب ولا مرة أيوه لك جيرزيين من المتجر على حسابي. إذا ما جاوبت ولا مرة لك 5 جيرزي تعطيها أي واحد من أخوياك. لا لا إيه لك 10 جيرزي. أقسم بالله لا أعطيك 20 إذا ما لا تكوى تكوى ما أدري. السؤال عليك. الوفاء والدعم الثاني والولاء. بسم الله أنا معاك ترى أقول إذا جاوبتها كلها صح ولا خطأ أعطيك 20 لأنه بيخلي. يلا لا لا بإذن الله لا ما عليك. كم عمر صالح؟ 32. الله علي. أيوه أيوه والله تعبك والله نبيك فان والله والله تعبك. لا ايه لا تسوي نفسك مره ذكي يقول اه يمكن 32 عشان ما يرفع صعوبه الاسئله. ايه لا 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 ما ادري ما ادري بالك بالصدفه والله قطيتها. طيب انا واثق فيك بس ما عليك. اخر مقطع نزله صالح بقناته غير مقطع اليوم عادي وان جبته حق اليوم ما في مشكله. ايوه حق اليوم الدفاع عن الشجره. اقسم بالله انك أصدق. قبل 5 ساعات صادق والله العظيم انك وحش. واسميك فان نمبر 1 كيف بالله. والله برك خاطرك والله والله الليلة الليلة ما راح تتكهرب. تكفى انت الان ربحت من المتجر اللي هي البنزات عرفت اللي تعلق. ايوه كل البنزات ربحتها حقت العيال كلهم حلوين هذا الى الان الى الان الحمد لله. وانا انا الى الان ربحان حتى انا وما عليك اقسم بالله بضبط. طيب والله اني انتفض. تكفى ما عليك ما عليك ابوي احتزم. طيب اعطيك سؤال سؤال خبيث ابيك احبرك بس حتى لو تعرف سوي نفسك ما عليك سوي نفسك غبي. كم مشترك بقناه صالح بالضبط؟ مو بالضبط تكفى لك صوره ثانيه. لا تكفى انت حافظ ام الصفحه الرئيسيه حافظها. تذكر المقطع اليوم يوم شفت مقطع الشجره فوقه فوقه 7 مليون. ايوه ايش و400 صح بس و48 يلا ازعل. لا يطلع صح تشيك شيك انت طلع صح بموت والله اقسم يا عيال انا مو بيج فان يوي بيطلع صح. اصبر لو طلع صح تبين اعطيك موقع بيتا تبين اعطيك. لا 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 كات دقيقه دقيقه صدمني صدمني. اصبر 48 انا اتذكر 48 اخر مره خشيت. شوف ليتك سكت على 400 لاني ماني متاكد 48 كم ما مو طالع الى لا. اصبر انا اقدر اشيك عندي وين مليون و500 ايش 7 مليون و400 هذه 402 اللي هي يمكن 48. شوف شوف انا اقول اغير اجابتك خلها 7 مليون و400 7 مليون و400 والله صح اقسم بحسبها صح. شوف حلو. شوف الفلسفه بطعنك. ابشر ابشر الحين نتعمق اكثر واكثر. هذا اللي محسوب الحساب بدينا بالسهل خلاص. كم حلقه نزل من محاكي الشريطي؟ انت تتابع اللعبه اي محاكي الشريط اخر شيء اخر شيء اشتريته ذي اليوم صاحط ومسحب. كم حلقه نزل من محاكي الشريطي؟ كم يعني كم تتوقع؟ ثلاثة يعني دقيقة. لا 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 تعطيني لا تربكني لا تربكني. شوف أنا بشوف أعطيك خيارات. أنا بعطيك خيارات. لا تعطيك خيارات. لا شوف بالله. أنا ببالي رقم وبقط وقول إن شاء الله. لا أصبر يا. أصبر قول إن شاء الله. أنا أتذكر قط قط 8 لا 7 7 7 رايد اضغط اضغط لا شكله طف طف والله أتذكر 8 هذا واحد والله انك والله انه واحد والله انه واحد لو سمحت لو سمحت والله توجع ترى مالك رايد حسيتها هنا تمشي لا 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 رايد كت كت اي والله انه قوي اقسم بالله قوي. اسمع اسمع سؤال لي سؤال له امسك والله لا لا والله تكهرب وش تعرف عني وش تعرف عني رايد اقسم بالله قوية ما ادري ما ادري ما ادري هذه 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 واحد في ذمتك انه واحد والله هذه بس واحد اقسم بالله انها قويه. لا الباقي اثنين باقي الشباب الطيب يا ولد احسها للحين تاكد ما ادري ما ادري تاكد تاكد اكبر او اكثر مقطع مشاهده قناه صالح وشو؟ اعرف اعرف اهدى اهدى انا اعرف ما اتوقع هو مقطعين. لا 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 ابي واحد ابي اي انا بعطيك واحد يلا اللي هو اعلى نكزه اللي هو محاكي لا الا لحظه لحظه أحداش لحظه لحظه عطى فرصه 11000 عطى فرصه 11000 11 مليون قصدي 11 مليون إيه صح الرقم الرقم 11 صح. مليون بس وش الفكره وش الحلقه أو تبغى حقه امازون ابغى حقه امازون حقه الكلب في هي ثنتين اللي مع بندريد لا بدون لا 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 لحظة لحظة انت سويت ليفل دقيقة لا 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 هي 11 لا تزود رايد لا تزود ما عليك والله واحد قوي يلا ما عليك روح روح شكرا مو المقطع اللي 11000 11 مليون 11000 هذا مين؟ ليه ماسك قلب 11 مليون اخر سؤال اخر سؤال لا ما عليك ما فيها صوت حتى هي فيها صوت ايه ما عليك ما عليك اخر سؤال يلا ما عليك ما عليك صالح ما راح اكثر يوتيوبر حلو طلع بقناه صالح مين؟ الله انت
تعرفها؟ وخي يدك، وخي يدك، عارفه عارفه معروف. ايوه هو فراس. الله عليك، فراس وحش. صح صح، وخر يدك. صح طيب خلاص خلاص، وخر يدك. كيف اطفيه؟ خلاص انا اطفيه. طفى تكفى والله لو تضغط. يا خلاص فراس، قول عشان اوف عليك. شوف راس قري. ايه اقسم بالله يا فتك، من اشياء كثيره مره والله. ايه فاز بتيشيرت صح؟ فاز بتيشيرت طبعا. الله اكبر، فاز بنزات. وانا اتوجه المتجر وقال انا جايك من مقطع رايد، بيعطونك الهدايا على طول. خذ مقاسك، اختار اي مقاس تبي يا ولد. هاي شيل الشعر هذا، ايش هذا؟ يلا يعطيك العافيه. والله ما قصرت، شكرا. والله يهينك يا وحش، اقسم بالله اسطوره. والله بالله، والله انك اسطوره. طيبنا اليكم يا جماعه الخير، والعود احمد اليوم معنا او ضيفنا عادل بالمقابله المتابع او الفاز. اسمه كريم عبد الرحمن. عبد الرحمن نورتنا يا عبد الرحمن. نورت فالكونز والله العظيم. استنسنا بشوفتك. هل تعرف اشياء عن عادل؟ اي والله. ممتاز، اذا جاوبت واجوبتك صارت صح تراك بتفوز ببنزات من المتجر، وبرضه بتفوز بجيرسي او تيشيرت فالكونز الجديد. اختار اللي تبي ونفس مقاسك. شلون يفوز هو؟ اذا جاوب صح. تجاوب خطا ترى يتكهرب. كم سؤال؟ ما على حسب، على كيفي، قناتي، معركتي، خمسه، شيء ست اسئله، يمكن توصل لسبع، على حسب يعني، على حسب. بسم الله، امسك هذه بيدينك يا عادل. يلا. لا 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 يا بعد، لا تخاف سكيدك تكفى يا رايد. والله ما عليك، شوف ما عليك، وانت قاعد تلصق. انا اغمن لك طبعا، اقسم بالله ما تموت مني، ما راح اذبحك انا ابدا والله. اي بس لا لا ما عليك. السؤال الاول، عادل كم صار له داخل فالكونز؟ اسبوع، اسبوع ونص بالضبط. اختار واحد، اختار اسبوع ولا اسبوع ونص ولا كم. ما بتكلم والله صح. متى انا دخلت فالكون؟ ايه طالع فيه. لا ما انا طالع فيك. اسبوع ونص. اسبوع ونص اخر جواب؟ ايه. خطا. ليه خطا؟ ليه خطا؟ والله مو اسبوع ونص الا. والله انت ناشب بحالك، صار لك اسبوعين ونص. لا 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 تأكد. تأكد من الموضوع. تأكد تكفى. والله العظيم انه اكثر من اسبوعين والله. لا لا انا تأكد. والله 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 انه غلط والله. انا بس اذكر كم القوه؟ كرفان. اول سؤال، اول خطا فولت واحد بس، اول واحد. بسم الله يلا. لا لا تنزل تكرر. طيب بس 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 لا 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 بسم الله. 3 2 1 خلاص وقفنا وقفنا. خلاص خلاص عادي عادي عادي. جدي الحوله تشكيل. هذا فولت واحد. لا لا يا ولد، ما نكمل ما نكمل ما نكمل ما نكمل. لا 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 ما لك يا ابخر. دحوم ان شاء الله راح يجاوب عنك ان شاء الله. لازم تركز يا دحوم عشان خلاص ما يتكهرب. يلا ابد. يلا السؤال الثاني، كم عمر عادل؟ هيا شوف بكل مقطع. 21. ها 21 صح والله. صح اسمع ترى طلع. ها صح. وش اخر مقطع نزله بقناته عادل؟ انا ناسي. انه ما يتذكر، انه ما هذه منك انت، انا هذه منه هو. مقطع بقناته؟ إيه؟ ولا مع فريق قناته؟ اخر مقطع نزلته وشو؟ سهل يعني وشو؟ والله ما شفت والله. يا اخي اسمع ركز، خليني اركز، خليني افكر، خليني افكر، خليني افكر، تذكر يعني يعني وشو؟ انضمامي البالك. ايوه 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 صح والله صح. ايه هالمره. يلا الجواب الثاني صح. طيب السؤال الثالث، ما هو فريق عادل السابق؟ ايوه حبيبي حبيبي. جواب ثلاثة صح؟ ايه. انت الان ربحت من المتجر البنزات والحركات والاشياء الطيبة دي. السؤال اللي بعده، كم مشترك في قناة عادل؟ يا اخي انا شفت قبل اسبوعين. قبل اسبوعين؟ قبل اسبوعين ما دخلت فالكون. يا لا لا اصبر، انا شفت قريب مقطع بث ظاهر بتويتش. ايه يقول لي 100,000. حلو احسنت احسنت. كم عنده الان؟ ما ادري هو زاد. معقول ما انزل اكيد زدت، بس كم؟ اقصد يعني كم زدت يعني؟ نقول اختار رقم بسرعة. 110. الله يلعن ابليسك. كم كم كم؟ خطأ خطأ خطأ. يلا خطأ 113. طيب تكفى 110 عادي نفسها يا. بسم الله. فولت 2. لا والله تكفى. احس ماقي شوي. دراجة كم؟ رب المصحف لا سب سب من العنوان ذي المقطع. لا بس هذا مقطع محترم وضيف محترم. لا تسب لا تسب يا عاد. يلا باقي سؤال، في سؤالين. لا سؤال سؤال تكفى. يلا اكثر شخص طلع بقناة عادل مين؟ اكثر شخص طلع بقناة من؟ ايه وش للي؟ ها
الله يلعنك مين ما ادري والله فواد 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 يعني شكلت لوحدك لا هيك صار اسمع صار كذا وقف من نفسه انا ابوه خلاص يا اخي اخر سؤال خلاص خلاص والله والله خلاص اذكرت مرتين بس مرتين من يوم ما تشلوط مرتين مرات بس كذب على قلبي ما قصرت والله جاوبت ترى في اسئله جاوبت تخيل لما جاوب اربع اسئله جربت كل اربع ليش فازوا ليش مقابل طيب ضيفنا الثاني ابو عمر والمتابع او الفانز له اسمك يحيى يحيى ونعم يحيى اسلانك الحمد لله من متى تتابع ابو عمر زين طيب تعرف له تعرف اي شيء عنه ان شاء الله يقول اي خطا تخطيه ترى بيتكهرب تكفى انقذني فلازم تجاوب كل سؤال اسالك صح ممتاز طيب عمر جاهز جاهز انا ما عندي انك تمسك لانه بعض العيال صرت اكهربهم صور كذا فانا ما ابغاك تنزل اما تخليني لازم انزق لا اي والله تأذيب هذا لا انا ما راح اذبحك تدري انا ما راح اذبحك صح ولا لا ما راح تموت اوعدك وعد والله العظيم باذن الله ما راح تموت قصرت بسم الله بس خلاص يا اخو هذا مو معتاد هذا من زجاجة جاهز يحيى بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين تكفى يا يحيى شوف كيف منظري تكفى يحيى خذ نفس جاهز؟ جاهز طبعا ثلاثة اسئلة جاوب صح بتفوز ببنزات من المتجر تجاوب اكثر من اربع خمسة اسئلة بتفوز معنا بجيرسي تروح المتجر تاخذ اي جيرسي مقاسك حلوين؟ حلوين خذ حقي السؤال الاول شو اسم مطعم ابو عمر اللي موجود هنا؟ ابو عمر هذا اسم المطعم؟ استنى خليه يفكر خليه يفكر مطعم بعمر اللي هنا ما تعرفه صح؟ ممتاز ليفل واحد لا تبعد عني ترى انا ارفع وانزل اذا انت بعدت فيبقى يكرم كيف بعضك عشان نسوي مع بعض السؤال الثاني جاوب طيب السؤال سوق على الاقل المطعم قلت ايه مطعم توكراشي 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 خلص توكراشي خلص الموسم تحسبون توكراشي بيخلص لا ما راح يخلص بيفتح فرع بالرياض باذن الله ان شاء الله الله يبارك لك كنا احياء يعني. طيب لا لا بتكون حي باذن الله السؤال الثاني شو اسم ابو عمر عمر ابو عمر شو اسمه لا اسم ابو عمر شو اسمه هو ايه يوسف سلام ممتاز صح حلو ايش بقى عمر انا خفت لا حسبت ابو عمر اسمه يوسف طبعا انا ترى ما دريت الا قبل فتره صدمني السؤال اللي بعده عرفت اخر مقطع نزل ابو عمر بقناته قديم المفروض يعني ما نزل شيء جديد انا خلي اتذكر اي خلي اتذكر انا بشوف وجهك ما هذه يحيى ان شاء الله الفيديو ها خلي اتذكر يلا وان شاء الله انا بفك مطعم ان شاء الله باذن الله ها باذن الله اني بفك مطعم مطعمه وش هو المطعم؟ توكراشي طرق اساس المفروض لا 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 والله قاعد ادعي قاعد ادعي اي غس اي غس ثاني والله لا كهرب والله طيب كم عمر ابو عمر؟ 25 هذه مرجع هذه مستحيل شو جاوبت سؤال؟ معروف انا معروف 97 25 سنة طيب ابو عمر وش يشجع بالدوري السعودي؟ الاتحاد ممتاز طيب الاوروبي انتر ميلان يعني سهل ذا والله انت فزت ببنزات الحين اقول لك شيء انت فزت بجيرسي من عندي الان لو تخطي كل هذه عادي يعني يمديك تخطي تتأمد انك تخطي بس هو يحبني ما بيتعب لا ان شاء الله لا ان شاء الله باذن الله انه ما راح يجاوب طيب السؤال اللي بعده اكثر مقطع بقناه او اكثر مقطع مشاهده بقناه ابو عمر وشو؟ النهائي مساعد اه والله قل قسم بالله شوف ها انا ببحث الان هو من زمان إيه؟ لكن شكله فيفا وزير عداء قريب ايه خلنا بشوف لا تكفى تكفى يلا بشوف تحسب لي اياها والله ما توقعت تجيبها ايه انت ايش قلت ايش قلت؟ نهائي حق مساعد يلا خلنا بشوف هذا ابو عمر وزير بندر وهذا صح؟ يا ولد صح؟ اصبر والله العظيم والله انا صادق الرائجه رد مساعد دوسري اي والله والله ممتاز والله انك مذاكر انت انا اعرف المذاكرين الحمد لله طيب خلنا نعطيه السؤال الحين الموت اكثر يوتيوبر شارك بمقاطع ابو عمر او بقناه عمر طلع انا ما اعرف انا ما اعرف معله تعلم بعدين عشان تعرف قناتك مين اهبد اهبد لي نهبد يمكن بندريتا ولا خطا بسم الله الرحمن الرحيم اقسم بالله هذا واحد وقف 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 خلاص اثنين هذا واحد اي واحد ايش ليش تحط فيدي
والله لحطه 8 الحين اقسم بالله لو تقرب لي لا ابعد وحطه 8 ترى كنت مكلبش. طيب السؤال الاخير، وش رتبه ابو عمر في فالكونز؟ وش انا تعرف انت وقلت بمقطعي انت اول حرف يلا. بس هذا مو رتبه حقيقيه. لا 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 حقيقيه لا لا بلا لا ها والله مو رتبه حقيقيه ذي مستحيل يجيبها. يلا بسم الله بتكهرب؟ ايه لازم بسم الله. انا بس بالاسم، انا بس بالاسم. yeah. انا صانع المحتوى. هذا صانع محتوى وفاوندر. فاوندر بس بالاسم. انا بس بالاسم. شخص يعطيك العافيه عمر، يعطيك العافيه يحيى. الان تروح المتجر تاخذ البنزات، تاخذ جيرسي مقاسك زين. يعطيك العافيه. شكرا يا يحيى، مع السلامه. بسم الله. الان عدنا لكم مع الضيف الجديد لليشن ومع ضيفنا اسمه كريم طلال قدري. حياك الله يا طلال. شلونك؟ طيب طلال، هل شوف الرجال هذا متك على الله ثم عليك، انت الوحيد اللي بتفكه من الكهرب او انك بتخليه يتكهرب برضو. اذا جاوبت اكثر من ثلاث اسئله بتفوز معانا بجيرسي من الفريق، بتفوز ببنزات الفريق وحقه الشباب بندر ومحمد والشباب. جاهز؟ جاهز يا عيال. يلا للي دقيقه. طب دقيقه يا اخي، موضوع كهرب انا زي ما قلت لك ترى عندي فوبيا كهرب. إيه؟ يعني شفتني من جن ولا شفتني ذا؟ لا لا ما عليك، صدقني انا اتمنى لك الخير وانت تدري اني اغليك ما راح اذبحك ولا ارضى احد يسوي لك كذا. مشكله عادل جاء ما ادري من هو جاء يقول حار موت. لا 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 غير صحيح، بس بيخوفونك. يلا بسم الله جاهز. امسك بيدك، سكر ايدك، ارفع ايدك فوق. ايش ما بسكر كذا؟ لا لا ارفع ايدك، ما راح اعذبك ترى انا. اللي بتعذبني هي طز ولا طز؟ هي انا لقطه واحده بس. لا. ما اقدر اطزقها. طيب شوف شوف، اذا انا شغلتها زين، اذا انت سويت كذا بيكون شغال، فلازم انه ما تبعدها عشان انا اطفي. رايد والله طب ما اقدر اكمل المقطع. ما اقدر. ما عليك ما اقدر. قل لا اله الا الله. لا اله الا الله. استغفر استغفر الله. صل على النبي. طيب طلال الامر بيدك. السؤال الاول يا طلال، كم عمر الليشن؟ لا لا لا، كم ميلادي؟ كم ميلادي؟ وش كم ميلادي؟ معلم كم ميلادي؟ لا كم عمر الليشن؟ يعني اقول في العشرينات الثلاثينات ولا لا؟ لا كم عمره؟ السنة ما بي باليوم ولا بالشهر، السنة بس. على فكرة على فكرة يا اخوان، احنا نصور اليوم هذا في 23/8 اللي هو يوم ميلادي. يب يلا حبيبي. لا لا مو بيردي، يعني اني انا دخلت الان سنة جديدة. يب يلا كم عمره؟ 24. اصبر والله يا طلال، اصبر 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 عادي عادي اصبر 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 اصبر. اي وش المقطع؟ اخر مقطع نزله؟ يعني انا توني والله اني عارفه بس. يلا عاد عاد ما عليه. تكفى رايد. ما عليه لا تخاف. اجاوب عنك؟ لا لا عن لعبة المافيا صح؟ خطا، هذا بقناة الفريق، فانت مضيع اللي نزله يوم يخرج مجلس رايد. اصبر 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 الملعون. بموت بموت. ما عليه ادس. طب لا تطول يا اخي. ما عليه ما عليه ما عليه ما اطول، انا ما طولت بس الليفل الثاني هذا كذا، باقي الليفل الثالث والرابع والخامس الى التاسع ان شاء الله. اوه يدين تهتز يدين تهتز. اي ما عليه ما عليه. طف تلقى مو صفر يا اخي، تكفى تكفى. لا لا صفر والله، صفر الحين صفر والله. طيب السؤال اللي بعده، خليني افكر شوي. وش اسم الثلاثي؟ لا لا اشوف انت ولا يعرف الثلاثي، واضح انه محط. والله انه ما اعرف اسم الثلاثي والله. والله اسم الثلاثي. لا لا انت قلت لي. لا يلا عبد الله. عبد الله فلان فلان بس كذا، اسمي واسم ابوي واسم العائله. تعرف؟ لا والله. اصبر اصبر تكفر علي تكفر. ايش بتعمل؟ نشوفكم على القناة الجاية، اعطوني لايك واشتراك.